سائل يقول: ما الحجة القاطعة لدابر شبهة أن دعوة التوحيد التي ندرسها للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنها دين الشيخ؟ أنها دين الشيخ، يعني يدعو إليها ويكتبها وما هي بدينه؟ إيش الكلام هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: تلتفتوا إلى هالترهات وهال... اتركوها مثل هالترهات. نعم.